لكل المشاهدين اليوم نهار الاثنين 18/2/2019 عالم صباح شيوت وفقرات جديدة من هلا ولغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. أكيد كل المشاهدين اللي عم يتابعونا هلا فيكم تابعونا على اللايف ستريمينج، وأيضا كل اللي ما عم يتسنى لهم يتابعونا بنفس هالوقت فيهم يتابعونا على اليوتيوب، فيهم يحضروا أكيد كل الفقرات بالوقت اللي هو بيناسبهم وبالوقت اللي هن بيقدروا يحضروا فيهم. وأيضا بدنا نقول إنه لكل مشاهدينا بكل أنحاء العالم عم بيكون عندهم أكيد فريكونسيز معينة عم بيقدروا يحضروا عليها فيوتشر تي في، وأيضا فينا نقول لهم أنه أيضا بلبنان عم بيكون في شوية إذا فينا نقول هيك تعديلات بسيطة بموضوع الفريكونسيز لحتى تقدروا تحضرونا بكل المناطق اللبنانية. على كل الأحوال نحن موجودين معكم وين ما كنتوا وين ما كنا، دايما نحن بنشعر أكيد بهالقرب اللي بيجمعنا من المشاهدين على مدى كل هالسنين، وهذا الشيء أكيد اللي بخلينا نكفي بخلينا دايما هيك نبلش بنحمد ربنا على كل نعمة مثل دايما، وأيضا نصبحكم مع ابتسامة كبيرة. وأنا صبح اليوم أيضا زملائي كلهم بالستوديو وخارج الاستوديو أيضا بالإضافة للشيف العزيز حسون. بونجور حسون، صباحو، شو عنا اليوم؟ كيفك؟ كيفك أنت؟ اليوم مثل كل نهار تنين غيدا في عنا سمك صح؟ واليوم السمك في عنا سلطة الكالمار، هيدا أول طبق. عنا كمان سمك بالزنجبيل على الطريقة الهندية، وأيضا في عنا طبق الحلو لحلقتنا لليوم، في عنا كيك الأناناس. هول هني ثلاث وصفات، وصفتين مالح ووصفة حلو مثل العادة غيدة مثل كل يوم. بقول لك كل المشاهدين لكل ستات البيوت ما تنسوا الورقة والقلم لحتى أعطيكم كل المقادير خلال فقرات، رشة ملح، وأيضا في عنا الأسئلة كمان رح نجاوب عليها بآخر فقرة من فقرات رشة ملح. أنا بدي أقول شغلة للمشاهدين، بدي أخبرهم سر انه حسون مش بس بتشوفوه هيك على الهواء، بتشوفوه هيك حرك وعنده هالحل روح المرحه وهالحس هيك عنده هاللي كان نشاط اذا فينا نقول الزائد. بدي اقول لكم كمان انه اسم الله هالثمره لزواجه من حبيبه قلبنا علا، ايضا تيا اسم الله عليها كمان نفس الشيء، حسين على صغير كمان بالشبه وبالحركه كثير بقى، بعدين الهيئه رح تسبقه وتبلش قبله بكثير بامور لها علاقه بالتعاطي المباشر مع الناس. اكيد نحن باقيين معك لغايه الساعه 1 حسون، ورح نتابع محطاتنا وبدايتها مع كارمن والابراج. اليوم الاثنين 18 شباط فبراير، اليوم القمر مرافقنا من برج ناري برج الاسد، والاجواء جيده جدا للابراج الناريه. حابه اقول لكم انه اليوم هو اخر نهار بتكون في الشمس موجوده ببرج الدلو، اذا اليوم هو نهار بيحدد مرحله بتتغير فيها الظروف والاحوال الفلكيه. كيف رح بيكون نهارنا؟ البدايه مع برج الحمل. حاول اليوم مولود برج الحمل تعجل بالامور اللي بدك اياها اللي عندك اياها، الاجواء اليوم بعتبرها كثير بتشتغل لصالحك، حتى فينا نقول انه بتتآمر لصالحك. الاكثر حظا مواليد 10 11 و12 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبه لك اليوم مولود برج الثور الضغوط موجوده، ضغوط ثقيله، يمكن تكون شوي سريع الانفعال او يمكن تكون اليوم شوي عنيد اكثر من غير ايام، مطلوب منك الانفتاح المرونه لحتى تتقبل الاجواء يلي موجوده اليوم، حاول تتكيف معها اكثر لحتى انت ما تتعب، وكون حذر اذا كنت من مواليد 22 23 نيسان ابريل، تجنب السرعه والمشاكل والانفعالات. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء، الجو اليوم ممتاز، إذا حابب تفسر مسألتك، قضيتك، تدافع عن حقك، تسترد حقك، إذا كنت مستحي بغير فترة وما كان عندك الجرأة، ما كنت بتملك الجرأة الكافية لتتقدم، الأجواء اليوم بعتبرها مناسبة جدا جدا، وما تضيع هيدا النهار بالخمول والركود أو بالحيرة. قرر تحرك، والأكثر حظا 11 12 و13 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان الأمور إلى تحسن تدريجيا. اليوم هنالك احتمالات عند مواليد برج السرطان لتعزيز وضعهم الاجتماعي النفسي العاطفي. الأمور عندك إلى تقدم، الثقة بالنفس هي سلاحك الأفضل. الأكثر حظا 21 22 حزيران يونيو. كمل مع برج الأسد. مولود برج الأسد وجود القمر ببرجك أمر ممتاز، لأنه بيعطيك نوع من سلطة أو بيعطيك نوع من نفوذ لحتى أنت تستعمله تفرضه أو توصفه بأمور بهمك أمره. وجود القمر ببرجك بيسمح لك أنك تضوي بقوة وبجرأة وبشفافية على مسألة بتخصك،
تعنيك مباشرة، لكن أنت بحاجة فعلا أنك تكون جريء لحتى تأخذ قرار فيها. يمكن في شخص، علاقة ما، يمكن مسألة لازم تشتغل عليها، كنت خايف تشتغل عليها، زين تشتغل عليها، اليوم بتقرر شو بدك تعمل فيها. الأكثر حظا 13 14 و15 آب أغسطس. كمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء، الجو اليوم بطيء لدرجة تشعر بالخمول التام، أو حتى إذا عندك شغل ومضطر تروح على أشغالك اليوم نهار بتحسه أنه عم يخلص من هالأيام الطويلة طويلة المليئة بالزهق وبالضجر، وكل ساعة بتطلع على الساعة وكأنه عقارب الساعة موقفين. بعض مواليد برج العذراء يمكن اليوم عندهم شعور بالذنب أو شعور بالتعب أو بالحزن، فحاولوا أنكم تتسلوا اليوم، ترفعوا عن نفسكم اليوم وتضيفوا البهجة والمرح لهيدا النهار. الأكثر تعبا مواليد 24 و 25 آب أغسطس. كمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان نهار بتفرح فيه كتير، وبعتبر هيدا نهار ممتاز لحتى تحط إيدك بإيد الآخرين، تتكيف معهم، تتفاهم معهم، تتضمن معهم، يمكن حتى تنافس معهم إلى جانبهم. يعني اليوم مثل ما شايف مولود برج الميزان نهار يمكن تتغير فيه مين الصديق، مين العدو، مين الحليف، من حليف. اليوم في جو حلو لحتى تحط ايدك بايد الاخرين. الاكثر حظا 13 14 و15 اكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. اليوم مولود برج العقرب واقع بين نارين، مش عارف حاله شو بده. ساعة الشغل، ساعة البيت، ساعة الأساتذة، ساعة أمور مختلفة وكلها عم تطلب منك، الكل بده منك اليوم لدرجة أنه قد تستنفد طاقتك قبل ما يخلص النهار. حاول تنظم أوقاتك. مولود برج العقرب أجواء عندك اليوم بتتعبك، لكن انتبه الجو بيتعب لكن منه سلبي. تبقى المواليد يلي يمكن بتتعرض أكثر من غيرها لانفعالات 25-26 أكتوبر. ننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس نهار لازم توظفه لأنه الجو الفلكي، الأحوال الفلكية اليوم ممتازة ممتازة بتساعدك. هالقمر الموجود ببرج الأسد بيساعدك تماما لأنه بيفتح قدامك مجال لتتقدم وبخطوة كتير كبيرة. اليوم ما حدا قدك. 12 13 و14 ديسمبر ديفينتلي الأكثر حظا. بنتقل لبرج الشادي. مولود برج الشادي اليوم هو لتلطيف الأجواء. الجو اليوم بيشجعك لحتى تفكر بعقلك بموضوعية تامة. يمكن تضطر أنه ترجع تغير شوي بالشروط اللي حاططها، مع أنه بتحس أنه كبريائك معقولة ينزعج أو بتستاء من هالمسألة، لكن فكر أبعد من منخارك. الأكثر حظاً 7-8 يناير كانون الثاني. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو ما تخاف من هالقمر يلي عم بيواجهك. اليوم يمكن شخص، يمكن مسألة بتخطر على بالك أو بتنحط فعلا بوجهك وبتنظر لها عين بعين، وبالتالي اليوم مولود برج الدلو لازم تكون كتير هادي، لازم تكون كتير واعي، لازم تكبر عقلك، لازم تكون كتير ناضج لحتى تحلل الأمور. إن كان ارتباط، فكرة بتنحط انت بوجهها وبتضطر انك تاخذ قرار اتجاهها. المهم عدم الانفعال. الانشطة 19 11 شباط فبراير. بنكمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت نهار بتعبك، يمكن بيزعلك، يمكن بيخليك تشعر ببعض الحنين للماضي، الذكريات، محاول تسترجع ذكريات حلوة مش الذكريات الحزينة أو المريرة. حاول اليوم تهتم بحالك وبصحتك، ضلك متدفى، تضبضب وبعد عن الأشخاص السلبيين. ضروري اليوم تزيد نوع من المرح أيضا والضحك على نهارك. يلي ما بيهدى 3 4 و5 أدار مارس بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم بانتظارك سنة بتقدم لك فرصة أو أكثر لتتقدم مهنيا، يمكن حتى في تغييرات دراسية عندك أكاديمية. الأجواء حلوة، يمكن تستلم عمل جديد. أدار مارس، نيسان، أبريل، تموز، يوليو، أكتوبر ونوفمبر هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. رح نتابع محطاتنا بعد دقائق. بتكون معنا روى اليوم بحلقة جديدة مع ضيفة باستوديو. على صحة السلامة، خليكن معنا.